بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في جولة في ماكس العسيم الموجود في العسيم مول الرياض، طريق خريس، أول شارع النخيل، أمام لولو هايبر ماركت، طريق خريس الرياض. هنا في بلوزات شتو، يعني هي صوف على مهير كده، لا هي صوف وطالع منها فتلة حرير كده، ده على 35 ريال. بروفالات شتوي صوف للبنات على 35 ريال. كل الاستند ده، كل الالوانات دي على 35 ريال. احنا في ماكس عامل تخفيضات من 20% ل60% اهو، ودول على 35، كل دول على 35. ده بقى مكتوب عليه سعر، البنطلونات دي على 40 ريال، عليها ميكي ماوس، اللي هي ميمي ماوس، مش ميكي ماوس، ميمي ماوس، اي على 40 ريال. الاول كانت ب55، دلوقتي على 40 اهو. دي الحاجات اللي عليها تخفيض. هنا الجواكت دي حلوة برضو، بس دي مش عليها تخفيض، دي ب105 ريال. انا بديكم فكره اللي عليه تخفيض واللي ما عليهوش. اه شكلها ازرق في خيط فضي كده ب105 ده، اه وبفرو وبزعبوت. هنا دول على 40 ريال، الحاجات دي على 40 ريال. انا جاي يا جماعة اديكم فكرة بس كده، يعني دول على 45 اهو. جواكت برضو بسوستة على 45، في منه البامبا وفي منه اللي هو المسترد ده اهو. البنطلونات دي الله مشيتها حلوة، مشيتها حلوة جدا، ومن ال زي صورة كده على 30 ريال، من 50 ريال. دول بقى البطتين دول ب35 ريال، حلوين جدا، ب35 ريال، يلبس من 15 ل16 سنة، صوف، صوف ناعم. البنطلونات دي على 25 ريال. نديكم فكرة كده بس، دول على 30 ريال. فساتين البنات دي او البلوزات البنات دي تايجر في المسطر ده كده ب30. في منه الوانات، بس القماشة كقماشة القماشة حلوة. فساتين دي تمشي صيف، وكورنيشة هي بكورنيشة، بكورنيش من تحت. ده فستان ب30 ريال، حلو ده ب60 ريال، وده ب50. هنا اللي عليه بطوطة ده ب40 ريال. ما في بطوط وفي بطوطة، دي بطوطة ب40، وده حلو جدا وتقيل. بشوف لكم السعر، ب50 ريال، ده ب50، تقيل جدا، ب50، وده اللون ده ب60 قصدي، ب60. حلو الجاكيت ده، بس ايه مشته تقيل، ب60. فروطه اهي، كله ده فرو ما شاء الله، تقيل وبسوسته، بس مش بزعبود، على 50 ريال. وده اللي عامل زي فروة الخروف ده،
اهو زي فروة الخروف بالظبط. على كام؟ على 50 برضه، في منه الابيض وفي منه البني، وده قطيفة كده، قطيفة ناعم، في منه الاحمر والاسود ده او النبيتي ده. على 50 ريال اهو، هنا بقى مكتوب 35 ريال الستاند ده، بس الاسعار متفاوتة يعني. الله، بكام؟ ومكتوب هنا 55، لكن مكتوب على الستاند 35، باين دي قبل التخفيض. اهي 35، اهي اهي 35. حلو ده، ده بنات صغنطتين، فستان 45 صراحة، ده ب50. الله، الحاجات الجميلة دي على 40 ريال. ده حاجات كتير يا جماعة، اشكالات والوانات اهي اهي اهي، على 40 ريال اللي هي القطات دي المنفوخة دي اهي. دول على 35 ريال الأشكال دي، ودي ده طقم، طقم اهو البلوزة بالبنطلون ب35 ريال، من 60 ريال. دول بقى مش عليهم عرض، دي الحاجات اللي هي الجديدة اهي، مش عليها عرض. دي هلو كيتي ب60 ريال، ممكن يعني البتاع ده ب60 والبنطلون ب50، يبقى 110. النعومة والجمال اهي ب65 ريال، ده الجاكيت ده ب65. هلو كيتي كاميلا دي من 7 لـ8 سنين، على قد بنتي بالظبط، 27 ريال. اللي هو ده على 45 ريال. انا بصور لكم اللي على عرض واللي مش على عرض، اللي بيجي في سكتي كده يعني. اهو دي حاجات جميلة جدا، دفء الشتاء اهو، حاجات جميلة، الالوانات حلوة بس الاضاءة هنا صعبة شوية اهو. بمبات، بمبات، حياتنا كلها بقت بمبة في بمبة بسبب بنتي. 65 اهو، افرول اهو بالبلوزة بتاعته، ده مين ده؟ ب35 ريال. اهو يا جماعة، هنديكم فكرة يعني، وفي حاجات لسه ما حطوش عليها السعر عشان انا مستردات اهي. جميلة، 35 ريال. حلو البلوزات دي، والبنطلون بكام؟ ب27. يعني انتوا تختاروا البنطلون وكده يعني، وكده يعني، وكده يعني. بنطلونات اهي 35 ريال، المهرات دي ب35 ريال، بجام، بجامات مهيرة اهو، بجامات كتيرة اهي 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 يا جماعة، بجامات كتيرة اهي، بس شكلها دي مش عليهم عرض. حلوة البلوزات دي، هنا مكتوب بالواحد لوحده ب15، الاتنين ب25 على البنطلونات دي. حلوة البنطلونات اللي تحت دي، جميلة اوي، بس احنا كبرنا كبرنا
البنات يعني كبر، أصغر واحدة 7 سنين ب50 ريال. ده أفرول جينز شكله حلو، الجواكت دي حلوة برضو يا قميلة. الجواكت يا جماعة، في منه الأسود، في منه البندة، في منه في منه أهو. الله حلوين دول، الله على الجمال والشتاء. ده كام ده؟ 65 ريال. صراحة حاجة البنات كده مفرحة مفرحة كده. ايه الألوان دي بقى؟ 45 ريال. انا صورت لكم كده متهيألي كل شيء، وانا عارفة ان انتوا مش هتستفادوا حاجة من الحاجات دي. انا عارفة ان انا مش مصورة ايه بنطلونات صوف، مش مصورة بالمظبوط يعني وكده. ب40 ريال البنطلون ده. هنا البنطلونات دي الواحد ب17، الاتنين ب30 ريال، كبير وصغير اهو. اطفاليات اهو، شكلها حلو، شكلهم حلو دول. الواحد ب35، الاتنين ب57 اهو. مكتوبة اهو يا جماعة اهو اهو اهو. كل ده حاجات اطفالي جميلة. حلو البنطلون المستردة ده، جميل جدا، 35 ريال، واطفالي اطفالي، حاجات اطفاليات جميلة. حلوة البنطلونات دي، الواحد ب12، الاتنين ب20 اهو. الوانات كتير، صغير وكبير اهو، على 35 ريال، 30 و35، اسعار متفاوتة. الستاند ده كله ده اطفالي يعني شهور، سن شهور، ب25 و30 الستاند ده. واو، على 27 ريال بنطلون رياض، 27 ريال، حاجة جميلة هي الصراحة. نشوفكم إن شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.